هاي، موضوعنا اليوم عن أهم النصائح الغذائية لتسوق صحي ومفيد. للاستفادة من الوقت، توفير واختيار المأكولات الصحية. من أهم 2 نصائح قبل ما نروح على السوبر ماركت، نكتب ليست بالأغراض اللي نحن عايزينها. شغلة تانية، ما نروح على معدة فاضية، نكون أكلنا أو مرقنا سناك تما نستحلى كتير هونيك، وهيك منكون عم نعمل كنترول للموضوع. بس نوصل على السوبر ماركت ضروري نبلش بالسلع اللي ما بتحتاج لبراد، ونترك السلع الباردة للآخر. كما علينا نبلش نقرأ الإكسبيري ديت لكل منتج، ونبلش نفرق السلع على أساس 4 أشياء. نختار يكون فيها ملح أقل، سكر مضاف أقل، دهونات مشبعة أقل، وألياف أكتر. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، ونبلش نطبق هالمعلومات.